طيب في عندنا كمان امراض مزمنه بتسبب الطلاق، اسهال مزمن. طب الاسهال المزمن ده يعني كرونز ديزيز بقى والسيريتيف كولايتس، وفي واحد او واحده عنده قرح في القولون، قولون بيسموه قولون دموي، السيريتيف كولايتس، كرونز ديزيز، امراض مزمنه عامله له بوظان. طب ده يفرق معاه في الجواز؟ في الجواز في جواز ايه؟ اما هو عنده الام مستمره مش لاقي حد يلمسه فلازم يتعالج. في اورام سابقه، يعني ايه اورام سابقه؟ افرض ان حد كان عنده ورم في لحم، في عظم، في بطن، في رئه، وشال الورم، لازم يقول. يعني لو هو عنده ورم حقيقي دلوقتي هيبقى معروف، لكن ممكن يكون كان عندي ورم وتشال، لازم اقول للناس كان عندي ورم كذا وتشال. ليه؟ في احتماليه ان الورم يرجع. طيب في عندي مشاكل اسمها مشاكل الدم المزمنه، زي سيكل سيل انيميا، ثلاسيميا، حاجات اسمها الامراض الوراثيه. الامراض الوراثيه دي ممكن تكون في العيله خلاص، فممكن او تتنقل لمين؟ للاولاد، حتى لو انا ما عنديش. طيب في عندي مرض نزيف مزمن وراثي، في ناس عندها هيموفيليا، في هيموفيليا ايه وهيموفيليا بي، وفي ناس عندهم بقى ليدن 5، وفي ناس عندها امراض وراثيه بتسبب نزيف في الدم. فلازم نقول للناس ان عندنا المرض كذا يا جماعه، عشان لا قدر الله حصل حمل، يحصل حصل نزيف كذا، يبقى عارفين عندنا ايه. طيب في ايه امراض ثانيه تسبب الطلاق؟ عندنا مثلا في امراض العقل بقى، امراض العقل دي مثلا في حد عن تخلف عقلي، صرع، غيبوبه متكرر. طب ده هيفرق معانا في ايه؟ زي ما بقول لكم ان في حالات طلاق بتتم لان مستوى العقل بالنسبه للرجل او مستوى العقل بالنسبه للبنت مش هو ده. وساعات ناس بيضحكوا على التعليم ابتدائي واعدادي وثانوي، بيدفعوا رشاوي وبياخدوا لغايه دبلوم، لغايه مؤهل متوسط، ويبقى اللي طالع قدامك ما بيعرفش يقرا ويكتب وعنده نوع من التخلف، فيبقى دي خيانه، ومن غشنا فليس منا. وبعد كده نيجي نتجوز مش على قدر المسؤوليه، هذه المراه لا تستطيع ان تربي اطفال، وهذا الرجل لا يستطيع ان يدير كذا، يبقى محتاج حد دايما يديره او يوجهه. نفس الكلام اللي عنده صرع ما بيتعالجش، في صرع بيتظبط وفي صرع لا. طب افرض ان هو عنده صرع ومتظبط بالدواء، يقول للناس، يقول لهم يا جماعه انا عندي صرع وباخد دواء كذا، سواء راجل او ايه او امراه. في ناس عندها غيبوبه متكرره، يعني بيمشي يجي له غيبوبه يقع وبعدين يقوم يقع، ترانسنت اسكيميك اتاكس، سواء كانت الغيبوبه دي بقى غيبوبه بسبب جلطات، او غيبوبه كبديه، او غيبوبه قلبيه، او غيبوبه بسبب نقص الدم، او غيبوبه سكر. يعني لازم يقول للناس يا جماعه يجي لي غيبوبه فخلي بالك. في اسباب كتير للغيبوبه؟ طبعا في اسباب كتير. طيب في عندنا امراض تانية زي التبول لا ارادي. تيجي تقول لي يا دكتور هو في حد وصل لسن العشرين وبيتجوز؟ عندنا بنات وشباب بيجوا العياده ومن اجمل من خلق ربنا، بس عندهم تبول لا ارادي. يعني ايه؟ يعني بالليل لما بينام يبقى لازم يقول للطرف الاخر عندي ايه؟ عندي تبول لا ارادي. بيتعالج؟ بيتعالج، بس نعرف السبب. طيب في مشاكل في العضلات، ساعات بعض الناس عندها شوية ضمور في العضلات، تعب في العضلات. في بعض الناس عندها ميسينيا جريفز، يعني في أول النهار بتبقى كويسة وبعدين تضعف تضعف تبقى آخر الليل خلاص بتموت. في ناس عندها مشاكل في العضلات، ضمور عضلات، ضعف عضلات، التهاب عضلات، في ناس كتير عندها مشاكل. يبقى لازم أقول للزوج خلي بالك الزوجة دي، يعني بنت جاية لي عندها 19 سنة، من أجمل ما خلق ربنا، حاجة رهيبة، ومع ذلك عندها مشاكل في العضلات، ما بتقدرش تمشي 10 متر. والله العظيم من اجمل ما خرب، ما اقدرش امشي 10 متر، ما اقدرش اطلع دور سلم. وانت تشوفها تقول دي اجمل، ما فيش اجمل من كده. لكن عندها مشاكل في العضلات. نفس الكلام بالنسبه للجنون، والجنون ده في جنون دائم وجنون مؤقت. يعني ايه؟ يعني في واحده مجنونه ليل نهار، وفي واحده عندها يعني نهشه كده، ساعه تروح وساعه تيجي. ساعة تلاقيها عاقلة ومؤدبة، وساعة تانية شيطان والعزبة. كلام عند بعض الرجال، ساعة تلاقيه مؤدب وبيتكلم حلو قوي، وساعة تلاقيه عمال يعمل حركات مجانين. طب تعمل فيه ايه ده؟ نعم دكتور، دلوقتي قبل الجواز في تحاليل بتبين ان اذا كان في مشكلة للانجاب ولا لا، عشان يتأكدوا. تمام. طب بالنسبة للانتصاب عند الراجل، يتأكد ازاي قبل الجواز ان هو سليم من ناحية الانتصاب؟ بص يا سيدي، دلوقتي لو ان الرجل عنده لحية وشنب وعنده خصيه وعضو ذكري، هنعمل تحليل السائل المنوي. تحليل السائل المنوي عاده لا يخرج الا بالانتصاب، يعني مفيش
حقنة هندخلها وتروح شافطة سائل منوي، ده ما حصلش. انما مدام قدر الزوج يجيب لي سائل منوي يبقى عنده ايه؟ عنده انتصاب، صح؟ طب هو ممكن الزرار. ممكن يا دكتور يحصل قذف وفي ارتخاء في العضو الذكري؟ ممكن يحصل قذف وفي ارتخاء في العضو الذكري مع بعض؟ ما هو شوف صلى على النبي. العادة الناس كلها عارفة انه مدام في انتصاب في قذف، ممكن يحصل ارتخاء بعد القذف، لكن ارتخاء وقذف مش مشهورة في الطب دي، لانه هو ما بيقذفش الا في قمة، يعني خلي بالك بس، هو ما بيقذفش، لكن اول يعني واحد القضيب مرتخي بيقذف ازاي دي؟ يعني مجرد الاحتلام او يحصل له احتلام بشكل متكرر حتى لو بعيد شوية هو كده ضامن انه ما عندوش مشكلة في الانتصاب. اي شاب بيحتلم كل اسبوع مرة ويقوم يلاقي فيه سائل منوي، اي شاب اي راجل بيقوم من النوم يلاقي عنده شوية انتصاب، ده راجل زي الفل، ده بيسموه اللي هو الايه المورنينج اريكشن، او بيسموه انتصاب الصباح. ساعات الانسان يقوم الصبح يلاقي عنده انتصاب، عنده انتصاب الصبح براجل زي الفل. لو هو اتجوز ومراته محترمة الانتصاب يزيد والقوة تزيد، لو هو اتجوز بقى واحدة شؤم والعايز تضيعه تضيع له شوية انتصاب. اول حاجة البنت ازاي تطمن على نفسها ان ما عندهاش مشاكل؟ ان عندها دورة شهرية منتظمة. ما دام في دورة شهرية بتيجي كل 28 يوم البنت دي منتظمة زي الفل. نمرة واحد. نمرة اتنين، لو احنا شكينا ان عندها بوليك اوفري دي بنشك في حالات. اول حاجة انها تخينة جدا. تاني حاجة انها ما بتنزلش دورة. اذا المبيض بتاعها تكيس، يعني ما بينزلش بويضات. انما بما ان في بويضة بتنزل كل شهر، ولذلك لما بيجي لي اتنين متجوزين بسأل المرأة سؤال والراجل سؤال. المرأة سؤال، في دورة منتظمة؟ ايوه يا بيل، دورة منتظمة كل شهر كده، شكرا كده، في انتظام دورة عن انتظام هرمونات. لكن بتقول دكتور بتيجي شهر او ثلاثة، لا، وساعات ما بيجيش لا كده اضطراب هرموني ممكن، او تيجي دورات في شنك. طيب بقول للراجل اهم شيء عندي تعملي تحليل ايه؟ سائل منوي.